بغشش كل حاجه. هلو احنا لايف. معايا ماريتا. هلو ماريتا. هلو ازيك؟ اخبارك ايه؟ كويسه. انت ايه رايك بس الاول حاجه في السي اي اس؟ كتير حلو الاستوديو. ايه رايك في الاستوديو ده؟ الاستوديو ده صالون بتاعنا ده رائع. اخبارك ايه؟ انت كنتي في البانل بتاعه رايزنج ستارز صح كده؟ لما كان احمد داش وادم بيك دي. احكي لي كده ايه اكتر سؤال فاكراه؟ ايه اكتر توبيك فاكراه؟ يعني صراحة حكينا أشياء كتير حلوة. okay. كانت كتير interesting. وسمعنا آراء كمان ومن تجربة الممثلين اللي كانوا كمان معي. okay. وسمعنا أخذنا أسئلة، يعني حكينا عن كتير قصص حلوة. طيب حاسة أنا سمعت إن دي أول بانل ليكي صح كده؟ أول بانل لإلي وكتير انبسطت فيها، استمتعت فيها كتير. هل كان في أي حاجة you didn't get the chance أو ما لحقتيش تتكلمي فيها؟ صراحة لا، يعني it was more than enough. okay. اكيد لو فتح مواضيع بعد بضل في قصص نحكيها، بس كان كتير حلوين الاسئله. و ايه طيب شو بتحب تعرف؟ هقول لك انا سمعت احنا بن انا اكترست مغنيه ممثله ومغنيه صح. لو هنختار حاجه بنتنز ليها اكتر تبقى ايه؟ الغناء ولا التمثيل؟ يعني هيدا السؤال عن جد يعني ما له مبالغه، بس كل يوم بنسال قدام الكاميرا وورا الكاميرا كتير، وانا ما عندي جواب له، لانه يعني ما فينا اختار بين الاثنين. انا بالنسبه لألي من لما كنت كتير صغيره كنت بحب غني وبحب مثل، بس لانه بي مغني مطرب طبعا، فانا كانت لي يمكن الغناء اقرب لي كومفورت زون اكثر بركه. أوكي. انا التمثيل كنت بحبه، بس ما كنت كثير يمكن شايفه عنه او بعرف عنه. هي. الغناء كنت بعرف عنه كثير من تجربه بي ومن من من خبرته، كنت شوفه وروح معه ورافقه. فبس كبرت حسيت انه في عندي التمثيل بحبه انا كمان، وحابه انه خوض مجال التمثيل. أوكي. وكان ينعرض علي مسلسلات، بس ما كنت لاقي حالي اني ردي يمكن، او ما عندي الجرأة. وحكينا هيدا الشيء بالبانل ديسكشن، انه انا كنت طول عمري بنت خجوله بتكسف. أوكي. فكنت شوي يعني كنت اهرب، انه كنت خاف، بس بعدين مع 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 تجربتي بالغناء ونضجت وكبرت ومرقت بمواقف كثيره قوتني وقوت لي ثقتي بحالي. ساعتها قلت خلص، حسيت حالي انه لا جاهزه افوت بمجال التمثيل، واخذت اكيد برايفت كلاسز ورك شوبس. اوكي ورك شوبس تمرنت وبس على الست بتعلم كل شيء، يعني أوكي. اكيد طبعا. مفيد للدروس بس طبعا. قدام الكاميرا هون تاخذ الخبره. اوكي يعني نقدر نقول ان التمثيل كان تشالنجينج شويه اكثر من الغنى. ايه لانه قلت لك انه مختلف عن القصص اللي نحن ببيتي، يعني انا بيتي فني بس موسيقي اكثر. فهون انا رحت لحالي، هون انا بدي اتكل على حالي اكثر كمان. أوكي. واكيد يعني كان فيها تحدي، خاصه التحدي الاكبر انه انا شاركت اول مره بمسلسل 2020 بدور سعاد. yes. هلا برمضان. اوكي وانا كانت ماريتا معروفه بالغناء، فالناس بتعرفني بتعرف شخصيتي. انا هون كان التحدي انه كيف بدي نسى الناس انه انا ماريتا. yes. وتصدقوا سعاد وتتعاطفوا معه. أوكي. الحمد لله هيدا الشيء نجح جدا وانبسطت كثير. ثانك يو ماريتا. ماريتا عاصي الحلاني منوره الدنيا. ثانك يو سو ماتش. و انجوي. ثانك يو. ثانك يو.